خاصه بالويتس. مش محتاجين اكتر من كده من اي محاضره قبل كده. النهارده هنبدا طبعا باخر المحاضره اللي فاتت. كنا قلنا ان احنا عندنا بالنسبه للشبكات ايه فائده الشبكات. طبعا قبل ما نتكلم عن فائده الشبكات عايزين نعرف ما هي وات از ذا كمبيوتر نتورك. كمبيوتر نتورك عباره عن ايه؟ يبقى هي عباره عن كونكشن بين سام اوف كمبيوتر او سام كمبيوتر اند ديفايسز ان سام اريا. في اريا الاريا دي بتبقى كبيره بتبقى صغيره ماشي. فاحنا عندنا اول حاجه الكمبيوتر نتورك ده طبعا عباره عن كونكشن اوف كمبيوتر واذر ديفايسز. والاذر ديفايسز هنا ممكن يبقى برينتر، ممكن يبقى فايل عباره عن هارد ديسك او ستورج موجوده تمام، ممكن يكون اي حاجه اي ديفايس ثاني ممكن اوصلها للكمبيوتر، ممكن كاميرا، ممكن اي حاجه ثانيه ممكن تتصل على النت مباشره. يبقى دي اللي هي الكمبيوتر نتورك. طبعا ثرو الكونكتنج ميديا، والكونكتنج ميديا زي ما الباشمهندس قال كده ممكن يكون واير او وايرلس. الوايرلس له اشكال والواير اتفضل. طيب البنفيتس طبعا البنفيتس بتاعت الكمبيوتر نتورك او نتوركينج بصفه عامه، طبعا في عندنا فوائد كثيره للنتوركينج. قلنا عليها الفتره اللي فاتت ان الكوميونيكيشن تمام سهل الكوميونيكيشن، بعمل شيرنج للفايلز، بعمل شيرنج وقلنا الشيرنج ده كمان بيوفر كوست كبيره جدا ممكن حياه كتير. فبيقول لي شيرنج اكسبنسيف ديفايسز اند نتورك ريسورسز. نتورك ريسورسز نعمل شيرنج ليها. والاد والشيرنج هنا الاد زي الفايل سيستم زي بريفال شيرنج زي السوفت وير شيرنج. طبعا ممكن استخدم نسخه سوفت وير واحده مش السوفت مش الشيرنج في الهارد وير بس، لا ممكن استخدم سوفت وير واستخدم لايسنس معينه ويبقى انا بستخدم السوفت وير في نفس المكان اللي هو فيه. ممكن الصوت يا شباب يعني ايه بريفرنشال شيرنج؟ التعريف حد يعرف منها البريفرال في الكمبيوتر يعني. البريفرال في الكمبيوتر اللي هي ملحقات الحاسب يعني ملحقات الكمبيوتر يعني. البريفرال هنا هي الملحقات بتاعت الكمبيوتر. والملحقات اللي هي اي حاجه خارج ماشي خارج الكمبيوتر سواء كانت انبوت او اوت. طبعا ممكن يكون منها في البريفرال البرنترز على سبيل المثال، ممكن يكون منها الستورج لو انت عندك ستورج سيستم او ستورج ديفايس موجود. انا عندي ستورج يعني عندي كمبيوتر كده انا بستخدمه كستورج بس ما فيهوش غير ان هو ستورج بس، يعني في مجموعه من الهارد ديسك زي الكلاود كده تمام، او زي السيرفرز اللي موجوده المختلفه بتلاقي في عندك اماكن كثيره للستورج. ده البريفلانس اي حاجه خاصه بالكمبيوتر مش في نفس الكمبيوتر نفسه خارجه ده بريفر. يعني الماوس بريفر، الكيبورد بريفر، المونيتور بريفر تمام؟ يعني غير خارج السي بي يو ده كله بريفر. وده بيتعامل معاه كانه بريفر. ده السوفت وير بريفر شيرنج طبعا يقصد بيها البرنتر، يقصد بيها زي ما قلنا الكاميرا سيستم لو في كاميرا سيستم، يقصد بيها اي حاجه متوصله على الكمبيوتر. سكانرز مثلا ممكن، طبعا في حاجات كثيره ممكن استخدمها كبريفر. السوفت وير شيرنج طبعا معروف السوفت وير شيرنج. انتوا حاليا بتستخدموا سوفت وير شيرنج. حد يجيب لنا مثال. اللي هو سوفت وير شيرنج. بلوتوس؟ لا ده بلوتوس ده وسيله اتصال. أو أول حاجة يعني اتعاملتوا معاها ابن الهيثم صح؟ ابن الهيثم ده موجود على الموبايل بتاعك؟ نعم؟ موجود
على الموبايل؟ موجود على الموبايل؟ مش موجود على الموبايل ولا موجود على الكمبيوتر. طب بتتواصل معاه ازاي؟ من خلال اليو ار ال اللي موجود او من خلال الادرس بتاعه اللي موجود انت بتتواصل معاه. تمام؟ بيفتح على الجهاز بتاعك. انما هل هو كسوفت وير موجود على الجهاز؟ مش موجود على الجهاز. ولا موجود في كليه الهندسه ولا موجود في المبنى المرمى. ده موجود في مبنى التقنيه. في مبنى التقنيه اللي هو قصاد كليه صيدله. ماشي؟ هو في المستشفى بتاع الطلبه. ده هناك البرنامج موجود ومتسطب هناك. ماشي؟ واحنا بناخد منه لينك خلاص او انا بدخل على الداتا اللي موجوده عنده. سواء حتى في النتائج في غير النتائج كل حاجه موجوده عنده مركزيه. بس انا واخد لايسنس واخد اثوريتي ان انا اتعامل مع هذا البرنامج. فمديني يوزر نيم وباسورد وادخل اليوزر نيم وباسورد. الشبكه بتاعتي بتاعت الجامعه. الشبكه بتاعت الجامعه برضه هي موجوده فين؟ هي موجوده في مركز التقنيه مش موجوده هنا. تمام؟ موجوده في مركز التقنيه. يعني اقصد انه في سوفت وير انت بتتعامل معاه. السوفت وير ده مش لوكال عندك مش لوكال على الجهاز. لا ده موجود شير. تمام؟ وانت بتتعامل معاه كشير. واضح؟ فده سوفت وير شير بس عشان يقرب لك الايه؟ المعنى اللي موجود عندك. المودرن تكنولوجيز اللي موجوده عندنا زي الاي بي تليفون. حد سمع عن الاي بي تليفون؟ الاي بي التليفونات اللي موجوده عندنا او شبكه التليفونات اللي موجوده داخل الكليه هنا او داخل الجامعه موجوده ازاي؟ ها؟ الشركات دي. بتاعت الشركات دي. انا بتكلم على التليفون بتاع الكليه الاول وبعدين نشوف الاي بي التليفون. شبكه التليفونات بتاع الكليه في سنترات في الكليه ومدي خطوط زي السنترال اللي بره. زي السنترال اللي بره. لما يبقى اي بي تليفون كل تليفون بياخد اي بي. زي الاي بي بتاع الكمبيوتر. زي الاي بي بتاع الكمبيوتر او الاي بي بتاع الموبايل. لما بدخل على الموبايل بياخد اي بي. او الكمبيوتر بيدخل على بدخل بالموبايل او بدخل بالكمبيوتر بياخد اي بي. برضه التليفون بيبقى اي بي. يعني ممكن انا شبكه الواير اللي موجوده عندي استغلها او حتى لو التليفون فيه واير لسه انما هو اللي موجود واير. تمام؟ يبقى التليفون بيوصل على ار جي 45 نفس الجاك بتاع النت يوصل على التليفون. وبالتالي بستخدم امكانيات النت ورك في التليفون بدل ما يبقى عندي شبكتين شبكه للتليفونات وشبكه للنت. لا هي شبكه واحده اللي شغاله وموجوده في اماكن كثيره في بعض الدول العربيه من زمان. يعني قبل بتاع دي قبل حوالي من دلوقتي حوالي 10 سنين او 15 سنه كمان. تمام؟ طبعا الفيديو كونفرنس ده من ضمن الحاجات اللي هي بنقدر نستخدمها من خلال النت. الفيديو كونفرنس اعتقد دي موجوده وملموسه. الالكترونيك تيتشنج او التعليم الالكتروني. تمام؟ انت بتبقى سواء اونلاين من خلال الفتره بتاعت الكورونا كلها كانت عباره عن اونلاين. تمام؟ فتره الكورونا اونلاين كنت بتبقى قاعد في البيت ومحاضراتك ودروسك وكل حاجه بتاخدها وانت قاعد في البيت. ما تروحش المكان اللي موجود. طبعا اللي سهل الكلام ده ان في نت موجود. ان كانت النت مش قويه قوي بس موجود. شركه انترنت اكسس طبعا انك تعمل اكسس على الانترنت. مش دي بس ده كمان في حاجه ثانيه. السمارت هوم بداتوا بالتاكيد بداتوا تسمعوا عنها. السمارت هوم لو ما فيش نت مش هيبقى في سمارت هوم. وانت بتشغل وانت في سمارت هوم بتقدر تعمل كنترول على كل الديفايسز اللي موجوده في البيت من خلال الموبايل. تمام؟ لو مفيش نت مش هتعمل اكسس ولا تعمل كنترول على الحاجات كلها. يبقى دي كلها جزء من الانترفيس اللي موجوده طبعا بالاضافه الى طبعا التجاره الالكترونيه انك ممكن تبيع ممكن تسدد الفواتير كل الكلام ده من الانترفيس بتاع النتورك. بيقول لي الموديل بتاع الداتا كوميونيكيشن اللي موجود عندنا في النتورك زي الشكل اللي موجود قدامنا ده. انا عندي تو انفايرمنت او ديفرنت انفايرمنت. خلينا نقول كده ديفرنت انفايرمنت. انا هنا
بتعامل بيه، بكتب داتا، بحط داتا، بتكلم في التليفون، وعايز الكلام ده يوصل هنا. ماشي؟ عايز الكلام ده يوصل هنا. طيب عشان ينتقل من هنا الى يصل الى هنا، ماشي؟ من وان من السورس للديستنيشن، في عندنا سورس وعندنا ديستنيشن. فادي السورس اللي موجود قدامنا بيقول هو ان انا عندي السورس اهو، ادي السورس. السورس ده مثلا تكست ايا كان، تكست عباره عن ويب، ماشي، عباره عن جرافيكس، عباره عن ايمج، عباره عن فيديو. ده عايز انقله اليمة التانية. طب هينتقل خلال ايه؟ ميديا. والميديا دي ممكن تكون واير او وايرلس، مظبوط؟ تكون واير او وايرلس. طيب الداتا بتاعته اللي انا موجوده هنا في السورس ده ديجيتال، الداتا بتاعتي ديجيتال، وانا عايز انقلها خلال الواير، خلال الشبكه اللي موجوده اللي هي الواير، الشبكه الواير، التليفونات انالوج ولا ديجيتال؟ تليفونات انالوج. التليفونات اللي موجوده عندنا دي انالوج سيجنال، صوت، تمام؟ السيجنال اللي موجوده عليها انالوج. يبقى محتاج احول الديجيتال سيجنال اللي هنا دي، تمام؟ محتاج احولها الى انالوج سيجنال، محتاج احولها الى انالوج. يبقى ده ديجيتال تتحول الى انالوج سيجنال، تمام؟ طبعا في طريقه للتحويل، ممكن تتحول عن طريق انالوج ديجيتال كونفرتر، يعني جهاز او عباره عن دايره بتاخد الانالوج بتحولها لي الى ديجيتال، او بتاخد الديجيتال تحولها لي من الى انالوج. في انالوج تو ديجيتال وديجيتال تو انالوج كونفرتر. ده هياخد الداتا دي يحولها لي من انالوج سيجنال، والانالوج سيجنال ابعتها خلال السلك بتاعي عباره عن ويف، تمام؟ يبقى الانالوج سيجنال اهي هتمشي هنا هتبقى ويف اللي موجوده عندنا دي انالوج سيجنال. يبقى دي الانالوج سيجنال اللي خرجت من الديجيتال، يبقى الديجيتال اتحول لانالوج، مشي في السكه كلها. لما يوصل عند الديستنيشن، المكان اللي هو المفروض يوصله، ده عباره عن انالوج. طب ده كمبيوتر، الكمبيوتر بيشتغل بالايه؟ ديجيتال. يبقى لازم احول الانالوج سيجنال الى ديجيتال سيجنال، تمام؟ لازم احوله الى ديجيتال سيجنال، ماشي كده؟ يبقى انا عندنا دايما الداتا بتاعتنا بتتحرك من انالوج لديجيتال لانالوج مره ثانيه، او من ديجيتال لانالوج لي، خلاص؟ يبقى الديجيتال يتحول لانالوج، بعدين يتحول الى ديجيتال عشان اقدر اشوفها. فعندنا ده الجزء بتاع الترانسميشن اللي موجود اهو، وده مودمز، والمودم هنا هو اللي بيقوم بعمليه التحويل. يعني المودم دي اللي بتقوم بعمليه التحويل. مودم بيحول من انالوج من ديجيتال الى انالوج، والتاني بيتحول من انالوج الى ديجيتال، يبقى العكس ده. نتورك كومبوننت اللي موجوده عندنا زي الكمبيوتر، زي ما كنا بنقول الكمبيوتر. تركيب الكمبيوتر عباره عن هاردوير وسوفت وير، تمام؟ النتورك كومبوننت بتاعتنا اللي موجوده، لو جينا نتكلم عن النتورك كومبوننت، هنلاقي ان النتورك كومبوننت مقسم الى حاجتين. يبقى النتورك كومبوننت في عندنا هاردوير، في عندنا سوفت وير. ايه هو الهاردوير؟ ايه تعريف الهاردوير؟ اي حاجة تقدر تلمسها، اي حاجة تقدر تلمسها، تقدر تحسها، ده عبارة عن هاردوير، تمام؟ هاردوير. سوفت وير عبارة عن برامج. السوفت وير عبارة عن برامج. طيب تعالى كده نشوف بالنسبة للهاردوير اللي موجود في النتورك. كلنا الهاردوير اللي موجود في النتورك عبارة عن شيرد شانل، عبارة عن شيرد شانل، يعني في قناة مشتركة، القناة اللي هيمشي فيها الداتا بين السورس والديستنيشن دي اسمها شيرد شانل. طيب الشيرد شانل ممكن تبقى عبارة عن ايه؟ ممكن تبقى واير، مش كده؟ أو وايرلس،
ماشي؟ فممكن تبقى واير او وايرلس. هنشوف الواير ممكن يبقى ازاي والوايرلس يبقى ازاي. واضح كده؟ يبقى الشيرد تشانل هي عباره عن قناه الاتصال موجوده بين السورس والديستنيشن. دي الشيرد تشانل. يبقى دي اول جزء هاردوير. ما الشبكه عباره عن ايه؟ الشبكه عباره عن مجموعه ديفايسز اهي. ومجموعه الديفايسز دي متوصله ببعض بطريقه ما. طبعا في طرق كتيره زي ما هنشوف بعد شويه متوصله بطريقه ما. اللي هيوصل بالدولة هي شيرد تشانل. تمام؟ دي شيرد تشانل. الشيرد تشانل دي ممكن تبقى واير ممكن تبقى وايرلس. تمام؟ طيب يبقى دي أول حاجة في الهاردوير. طيب تاني حاجة في الهاردوير بتقول لي إيه؟ نتورك كارد. نتورك كارد. طبعا أنت عايز تتوصل الداتا بتاعتك هتيجي مش كده؟ تيجي من بره سواء كانت انالوج او ديجيتال او انت بتطلع من الكمبيوتر لبره. فانت بتخرج من خلال المخرج بتاعك اللي هو زي اللي هو الار جي اللي هو ده. تمام؟ او بتخرجها وايرلس. وفي كلا الحالتين المعامله ما عندناش مشكله. في ميديا هتمشي فيها الداتا. فالداتا اللي موجوده عندنا تمام لازم تخرج من نتورك كارد لان هو ده اللي هيتعامل مع هياخد الداتا بتاعته ويجهزها عشان يبعتها. هيجهزها عشان يبعتها. هو انا افضل الوايرد ولا الوايرلس؟ هنيجي للوايرد والوايرلس بعد شويه. احنا بس بناخد اجمالا وهناخد تفصيل كل شويه ده. ماشي يا باشمهندس؟ خليك معانا. تمام؟ طيب نتورك كارد يبقى ده عباره عن وسيله الاتصال بين اللي موجوده في الجهاز بتاع الكمبيوتر وبين الشبكه. يعني الميديا بتاعتي دي هتدخل على النتورك كارد اللي موجود هنا. تمام؟ النتورك كارد ده ممكن يبقى بيلت ان في الهاردوير في المذر بورد يعني بتاعت الكمبيوتر بيلت ان وبالتالي هو موجود معاها مباشره. او ممكن يبقى عباره عن كارت. عباره عن كارت منفصل وانت ممكن تحط الكارت. طبعا كان بيجي قبل كده كارت منفصل. لو الواي فاي لو الواي فاي انت عندك شبايه صغيره كده او كارت صغير كده للواي فاي بيبقى موجود في اللابتوب. موجود في اللابتوب. انما بالنسبه للديسك توب بقى بيلت ان على المذر بورد. بقى بيلت ان على المذر بورد. يبقى ده النتورك كارد. تمام؟ طيب بعد كده في عندنا الديفايسز. الديفايسز دي ها الديفايس دي ممكن تبقى ايه؟ تليفون. ممكن تبقى اند ديفايس. اند يوزر ديفايس. يعني ايه اند يوزر ديفايس؟ يعني ديت اللي هيستخدمها المستخدم. ده اند يوزر. يعني انا اللي هتعامل معاه. الاند يوزر هتبقى عباره عن ايه؟ تليفون. موبايل. كمبيوتر. ها؟ برينتر. مش دي اللي هيستخدمها اليوزر؟ يبقى دي اند يوزر ديفايس اللي هيستخدمها ممكن تبقى سكانر. كل الكلام ده يا باشمهندس اللي بيتكلم ورا يبقى اي اند اي ديفايس اليوزر بيستخدمه هو اللي بيستخدمه مباشرة يبقى ده الاند يوزر ديفايس. ادي الاند ديفايسز اللي موجودة دي اللي هو ما جابش عنها تفاصيل هنا. تمام؟ وعندنا نتورك ديفايس يبقى دي نتورك يبقى دي ديفايس خاصة بالنتورك. خاصة بالنتورك. عشان انشئ الشبكة يبقى انا محتاج هذه الديفايسز اللي موجودة. مش احنا قلنا الكمبيوتر دي هيتم اتصالها بعضها ببعض. تمام؟ طيب هتتصل لو الكمبيوتر ده هنا والكمبيوتر ده في مصر في القاهرة مثلا هل ينفع يتصل بواير مباشرة؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه هيحصل اتنيويشن السيجنال هتضعف. تمام؟ ومين اللي هيجيب لك سلك من هنا لحد هناك؟ تمام؟ يبقى لازم يبقى في وسيلة معينة أو في يعني في توبولوجي معينة أو في طريقة معينة للتواصل. فلازم يبقى في ديفايسز تاخد الداتا بتاعتي تمام من الكمبيوتر وتنقلها للديفايسز اللي موجوده في الكمبيوتر التاني. فدي عباره عن نتورك ديفايس. في عندنا منها نتورك اكسس يبقى دي بتبقى داخل الشبكه وفي حاجات انتر نتورك بين الشبكات. تمام؟ يبقى في حاجات جوه الشبكه داخل الشبكه سواء كانت شبكه صغيره ولا كبيره. تمام؟ وفي لو شبكه كبيره قوي بقى او بين الشبكات عشان اربط الشبكات ببعض فبيبقى عندنا الراوتر. الراوتر اللي موجود انا عندي شبكه وانت عندك شبكه نربطهم هما الاثنين بالراوتر. تمام؟ انما انا عندي شبكه ممكن اربط الشبكه اللي موجوده عندي بالحاجات اللي موجوده. ريبيتر
او هاب او بريدج او سويتش. طبعا هنعرف كل الكلام ده بعد شويه بعد شويه ان شاء الله. تمام كده؟ يبقى عندنا كده الديفايس بتاعتنا، عندنا انت ديفايسز دي خاصه باليوزر ايا كانت الاند ديفايس، ممكن تبقى ديسك توب، تبقى لابتوب، تبقى موبايل، تبقى ورك ستيشن. في عندنا نتورك ديفايس، يا اما تبقى نتورك اكسس، يا اما تبقى انتر نتورك اللي هي بين الشبكات بعضها وبعضها. حضرتك تقصد ايه باجهزه جوه الشبكات؟ يعني فين بالظبط؟ يعني بين الكمبيوتر والكمبيوتر، عشان انا اوصل مجموعه كمبيوتر ببعض اكتر من كمبيوتر، يعني اكتر من اثنين كمبيوتر عشان اوصلهم، ما ينفعش اوصلهم مباشر، محتاجه لازم اجيب نتورك ديفايس اللي هو هنا في الحاله دي ممكن يكون سويتش وممكن يكون هاب. تمام، ممكن يكون هاب. هنعرف كل واحد من دول، احنا لسه ما قلناش، احنا بنقول ده يعني ايه اجمالا ثم نفصل. فبعد كده هو بيقول لنا هنا السوفت وير، في الابلكيشن الخاصه بالنتورك، يعني في برامج اللي هي خاصه بالنتورك، يبقى سوفت وير ده عباره عن برامج. اول برنامج منهم النتورك اوبريتنج سيستم. يعني ايه نتورك اوبريتنج سيستم؟ نتورك هيتعامل مع يعني اوبريتنج سيستم خاص بالنتورك. يعني واحد يقول لي ايه؟ يعني الاوبريتنج سيستم اللي على الكمبيوتر ما ينفعش يبقى هو نتورك اوبريتنج سيستم؟ مش عايز اجابه. يعني دلوقتي الويندوز اللي موجود عندي ده، تمام؟ اي ويندوز ينفع احطه على الجهاز ويعمل اتصال كوميونيكيشن بالنتورك؟ لازم هنا لازم في الاوبريتنج سيستم خاص يدير الشبكه. ماشي؟ لازم في الاوبريتنج سيستم جزء خاص باداره الشبكه. ليه جزء خاص باداره الشبكه؟ لان في جزء ده هيبقى مطلوب منه انه يجهز الاي بي هات. صح كده؟ ما هو انا عايز كمبيوتر يتصل مع كمبيوتر يتصل مع كمبيوتر او يبقى عندي شبكه، يبقى كل جهاز هيبقى له اي بي. مين اللي هيتحكم في الاي بي هات ديت؟ هو الاوبريتنج سيستم. تمام؟ اللي هيديرها الاوبريتنج سيستم. ممكن يكون واحد ادمن، ممكن ادمن، بس الادمن ده مش هيجيب من عنده، ده هيشتغل على الاوبريتنج سيستم اللي موجود. يبقى ده الاوبريتنج سيستم اللي بيدير هذه الشبكه اللي موجوده. تمام؟ في عندنا برامج ثانيه، ابلكيشنز ثانيه خاصه بالنتورك او بتبقى موجوده على النتورك، او ابلكيشن موجوده عشان تشتغل يبقى لازم تبقى من جهاز عشان تشتغل على النتورك. يعني مثال دلوقتي واحد عامل موقع ويب، او عامل موقع، او عامل برنامج، برنامج محاسبة، والبرنامج ده كان عامله لوكال على الجهاز، يعني بيحطه على الجهاز ويشتغل. طيب لو عايز يحوله ده يبقى مش لوكال، يقدر من خلال النت يتواصل مع الجهاز اللي موجود عليه. يبقى لازم يطور في البرنامج بتاعه، يبقى يعمله ابلكيشن تشتغل على النت. واضح كده؟ اي اسئله لحد دلوقتي؟ يبقى احنا عرفنا التركيبه بتاعت النتورك، عندنا هاردوير وعندنا سوفت وير. الهاردوير قسمنا، ناخد هاردوير كومبوننت. دكتور هو في ان او اس ده كان عباره عن نتورك اوبريتنج سيستم، ان او اس نتورك اوبريتنج سيستم. طيب نيجي للشيرد شانل اللي هي الترانسميشن ميديا. مش احنا قلنا في شيرد شانل بين الاجهزه اللي هي مثلناها بالشكل ده؟ دي شيرد شانل اللي هي بتعمل ترانسميشن للميديا اللي موجوده. قلنا الميديا دي بتبقى ايه؟ واير او وايرلس. طيب لو واير، ايه انواع الواير اللي موجوده؟ لو واير، ايه انواع الواير اللي موجوده؟ الوايرز اللي هي كيبلز طبعا، كابلات نحاسيه. الكابلات النحاسيه فيها كابلات مختلفه، في الكوأكسيال كيبل. الكوأكسيال كيبل زي ايه؟ الكوأكسيال كيبل زي سلك الدش. سلك الدش، ما هو ده ممكن اشغله كوصله، مش كده؟ مش ممكن اشغله كوصله؟ تمام؟ سلك الدش ده ممكن اشغله كوأكسيال كيبل، او هو كوأكسيال كيبل. ايه يعني كوأكسيال كيبل؟ ايه كوأكسيال كيبل ده؟ بيبقى عنده شيرد بره، طبقه شيرد، وطبقه داخليه، تمام، معزوله عنها، وعباره عن سلك واحد جوه، مش كده؟
طبعا لو مش عارف بتاع دي بس ما تروحش تخرب الوصله بتاعت الريسيفر في البيت يعني، باخد منها حته كده وشوف ده اسمه كوأكسل كيبل. طيب يبقى ده بيقول لي هو عباره عن ميتاليك واير ان دي ان طبعا بدل الالكتريك بالز هنمشي فيها الالكتريك بالز، هيبقى عندنا الميتاليك ده ممكن يبقى زي ما قلت كوأكسل كيبل، ممكن يكون عباره عن تويستد كيبل، تويستد يعني مجدول، تويستد يعني مجدول او شيلد تويستد كيبل. تمام، شيلد بيبقى معزول يعني ايه؟ يا ريت الواحد كان جاب حته سلك يعني في صوت كتير. طيب اما عموما المعمل المفروض يبقى فيه شويه حاجات زي كده، تويستد كيبل الكابل اللي في البيت اللي انت بتوصل عليه لو واير. حد يقول لنا بس في كام سلك؟ علي ستة. في 8 سلوك، 8 كل اثنين مجدولين مع بعض، يعني كل اثنين بتلاقيهم مجدولين مع بعض. طبعا الجدلة دي هتلاقيها سبب احسان استقبال كل اثنين مجدولين، بيبقوا مجدولين مع بعض زي الضفيره كده. تمام، ها ليه مجدولين مع بعض؟ طبعا عشان يقلل النويز والمغناطيزم اللي موجود، عشان يقلل بيجدل السلوك عشان تقلل، يعني السلوك العادية دي بيبقى فيها مغناطيسم عالي فلما بيكتب بتقل. تمام؟ طبعا ممكن يبقى تويستد بيبقى شيلد كمان، يعني في طبقة عزل بره الثمانية دول، يعني الثمانية دول بيبقى جوه بلاستيك ممكن يبقى فوقهم عزل. تمام كده؟ يبقى ده اسمه تويستد، ولهم مجموعة من التايبس اللي موجودة ممكن هنتعرف عليهم إن شاء الله بعد كده يعني. تمام؟ تايب 1 وتايب لحد تايب 6 تقريبا. بعد كده الفايبر اوبتيك للالياف الضوئيه، الالياف الضوئيه وقال دي عباره عن انكودنج بالسز اوف لايت، يعني بتبقى بالس اوف لايت، بينما اللي فيه الكيبلز بتبقى عباره عن الكتريك امبالس. تمام، يبقى دي كهربيه ودي بتبقى فايبر، الفايبر بيبقى بتاع دي اللي هي بالس اوف لايت، يعني سيجنال من الضوء اللي موجود. ممكن تبقى انفراريد اور فيزابل لايت رينج، الفيزابل لايت رينج. الاوبتيكال فايبر طبعا بتبقى اسرع، تمام، وبتشيل امكانيات عاليه، بتشيل يعني ممكن يشيل داتا كتير، انما عندها طبعا مشكله في التكنولوجيا بتاعتها، في سواء في التوصيل او في اللحام او غيرها، طبعا ده تكنولوجيا يا باشمهندس خليك معنا. لا تكنولوجيا مختلفه اللي هي الاوبتيكال فايبر، شبكه الجامعه هنا فيها جزء واير وجزء اوبتيكال فايبر اللي هو موجود بره، يعني بره الاماكن نفسها ده اوبتيكال فايبر. بالنسبه للوايرلس طبعا دي سيجنال هتمشي كوايرلس بدون اسلاك، ودي هتبقى انفراريد وممكن تبقى بلوتوث وممكن تبقى راديو ويف وممكن تبقى مايكروويف، يعني كل دولت عباره عن سيجنال، انواع من السيجنال اللي انا ممكن اشتغلها كوايرلس، سواء بقى كان واي فاي او بلوتوث او غيرها من السيجنال اللي موجوده عندنا. يبقى احنا عرفنا اول حاجه اللي هي شيلد شانل دي ممكن تبقى واير او وايرلس اللي موجوده عندنا. نتورك كارد يبقى ده الهاردوير اللي انا بحط فيه الكيبل بتاعي. تمام؟ مش عارف في شكل اهو ولا شكل اهو. لا نتورك كارد اهو. بس للاسف الصوره مش جيده. ده النتورك كارد اللي هو على اليسار، ده اسمه نتورك كارد. نتورك كارد طبعا ده كان بيركب في الاجهزه البي سي قبل كده في الاجهزه الشخصيه، وانا كنت بوصل عليه من الخلف. حاليا ده بقى بيلت او امبيدد داخل جهاز الكمبيوتر، يعني بيجي في الهاردوير جاهز، ما عادش بتلاقي الكارت ده موجود. تمام، ممكن تستخدم الكارت ده لو الجزء الداخلي اللي موجود في الجهاز كده او اصبح غير يعني مش شغال، فيه مشكله، فممكن احط كارت خارجي واوصل عليه. تمام، طيب يبقى النتورك كارد، يبقى عندنا النتورك كارد ده الكارت اللي انا هوصل عليه. الديفايسز اللي هي الاند ديفايسز اللي احنا اتكلمنا عليها ممكن تكون اند ديفايسز زي ما قلنا اللي هي سورس اوف ابلكيشن زي النتورك، زي
الورك ستيشن زي البي سي زي السيرفر زي البرينتر زي الموبايل، كل ده عباره عن اند ديفايس هي دي. تمام؟ يبقى دي عندنا الديفايس دي ثالث حاجه موجوده. احنا اخذنا النتورك كار، اخذنا الديفايس. الاند ديفايس او النتورك ديفايس، والنتورك ديفايس زي الريبيتر يا باشمهندس. ها باشمهندس اللي ورا خليك معانا. الريبيتر، الهاب، البريدج، السويتش، الراوتر، تمام؟ كل دول عباره عن نتورك ديفايس موجود. ممكن يعتبر النتورك كارد ده منهم، وممكن يعتبر المودم، كان في حاجه اسمها مودم قبل كده كنت ممكن بتحطه وتوصل عليه. تمام؟ نيجي نشوف النتورك ديفايسز اللي موجوده. الهاب، تمام؟ الهاب ده احد النتورك ديفايس. بيقول لي ايه؟ allow different nodes to communicate with each other. يعني ايه؟ يعني عندي اهو بيبقى طبعا جهاز اهو، وفي الجهاز ده في مجموعه من الكونكتورز هنا، ممكن توصل عليه مجموعه من الاجهزه، ممكن توصل عليه مجموعه من الاجهزه زي الشكل ده كده، تمام؟ فده بتوصل عليه مجموعه من الاجهزه. طبعا عدد الاجهزه على حسب عدد الايه؟ الحاجات اللي موجوده عندنا. طيب تعالى كده نشوف. بيقول ده الهاب بيقابل الهاب السويتش، بيقابل الهاب السويتش. في فرق بينهم طبعا، في فرق بينهم، مش هنشوف الفرق بينهم. يبقى السويتش قال له different nodes to communicate with each other at the same time without slowing each other down. يبقى هو ما بيبطئش الشبكه، لانه طبعا بيشتغل على تكنيك معينه هنقولها دلوقتي. تمام؟ السويتش الهاب بيجي له سيجنال، بيقوم بعت سيجنال لكل الناس. السويتش لا، بيبعت للي محتاج السيجنال. تمام؟ طيب الانترنت وركينج طبعا ديت اللي هي الراوتر، والراوتر بيوصل شبكتين مع بعض. الراوتر بيوصل شبكتين مع بعض. يبقى احنا عندنا دلوقتي الهاب، وعندنا قبلهم الريبيتر، الهاب والريبيتر، وعندنا البريدج، وعندنا السويتش، وعندنا الراوتر. تمام؟ طبعا انا كتبتهم بنفس الترتيب ده. هو كده الهاب والسويتش يعتبر لوكال ولا لوكال؟ لوكال. اثنين لوكال يعني. طب بس برضه نفسر لوكال شويه عشان ما حدش تقصد بايه لوكال يعني. في نفس المكان مثلا، وبعدين وصلوا لبعض. يبقى بستخدم السويتش. انما مش حاجه خارجيه. لا، الحاجه الخارجيه يبقى راوتر. تمام؟ لو هوصل من شبكه الى شبكه خارجيه يبقى لازم استخدم الراوتر. طيب. خير يا شباب؟ عمالين تبدلوا يعني. طيب الريبيتر، طبعا الريبيتر تعالوا كده نشوف الريبيتر اهو. ادي الراوتر وادي السويتش. فاضل هيتكلم مع الريبيتر بعد كده. الانترنت زيه في نفس الكاتيجوري يعني؟ الانترنت؟ ايوه. الانترنت دي شبكه
البلوتوث دي وسيله اتصال. يعني في فرق بين الشبكه ووسيله الاتصال. وسيله الاتصال دي البلوتوث بيحل محل السلك. ايوه تمام. يعني انا ممكن اتواصل او انت تتواصل مع زميلتك من خلال البلوتوث بدون ما يبقى فيه كونكشن موجود. تمام. ممكن تاخدي الموبايل بتاعك توصليه على الكمبيوتر توصليه بلوتوث، او تجيب الكيبل تمام اللي هو اليو اس بي وتوصليه على اليو اس بي، يبقى ده واير. يبقى الكوميونيكيشن هنا واير، بينما الكوميونيكيشن دي كان بلوتوث، دي مالهاش علاقه بالانترنت. تمام. طيب دولت الحاجات اللي هنتكلم طبعا عن الفرق بين الهاب والسويتش وبين الريبيتر والهاب والبريدج والسويتش والراوتر، هنتكلم عنهم في اخر المحاضره يعني. خلينا نمشي بس مع البي دي اف زي ما هو مترتب كده. كلاسيفيكيشن اوف نتورك، بيقسموا النتورك طبعا تقسيمات كتيره، بيقسموا النتورك تقسيمات كتيره، بيعمل لها كلاسيفيكيشن حسب اكوردنج تو الاريا، المساحه اللي هي موجوده فيها الشبكه، الشبكه موجوده في مساحه قد ايه. الحاجه الثانيه شيرنج اوف انفورميشن، طريقه تبادل المعلومات بين الاجهزه اللي موجوده والمختلفه. تمام. الحاجه الثالثه دي طريقه تقسيم او كلاسيفيكيشن، بعمل كلاسيفاي للنتورك اكوردنج تو الانترتشينج ميثود، طريقه تبادل المعلومات اللي موجوده عندنا. تمام. يبقى عندنا شيرنج اوف انفورميشن، طريقه تبادل او مشاركه المعلومات بتتم ازاي، وبعد كده عندنا انترتشينج اوف ميثود، طريقه نقل البيانات اللي موجوده عندنا او ازاي البيانات بتنتقل يعني. بعد كده التوبولوجي، بعد كده التوبولوجي. التوبولوجي اللي هي كيفيه تواصل او اتصال هذه الكومبوننت مع بعضها البعض. تعالوا ناخد كل واحده كده. اول حاجه according to الكلاس تو الاريا، في عندنا لان، في عندنا مان، وفي عندنا وان. تمام. عندنا لان وان ومان. لان اللي هي عباره عن لوكال اريا نتورك، لوكال اريا نتورك. طبعا هو هيقصدهم كلهم وبعد كده يبدا يفصل واحد. هذه اول حاجه لوكال اريا نتورك. بيقول ان اللوكال اريا نتورك، يبقى انا محتاج ان انا اعرف المصطلح واعرف فيما الاختصار بتاعه. اللان طبعا بيقول لي جروب اوف كمبيوتر كونكتد ان سمول جيوغرافيكال اريا، يبقى خلال مساحه صغيره بتبقى متوصله، يبقى ده بنقول عليها لان، يبقى هي شبكه انما شبكه لان. تمام. المتروبوليتان اريا نتورك دي عباره عن شبكه برضه متوصله، بس المساحه الجغرافيه بتاعها اكبر من اللان واقل من الوان. غالبا اللي فوق اللان تقريبا بتبقى في حدود يعني بعض يعني يمكن كيلو متر. تمام. من كيلو لحد 10 كيلو ممكن يبقى بيصنف دي انها متروبوليتانا نتورك، هي شبكه بس متروبوليتانا. الوايد اريا نتورك طبعا دي الشبكه اللي بتبقى على مساحه واسعه جدا، ممكن طبعا تاخد المحافظه كلها او الجمهوريه، فدي بتبقى عباره عن شبكه مجمعه من مجموعه من الشبكات. تمام. او حتى لو كانت شبكه واحده كلها، طبعا صعب تدار شبكه واحده كبيره زي كده، يبقى الشبكه دي هي الويب. طبعا ممكن بيقول لي اوبن كونكتس تو لانس او اكتر من مجموعه من اللانس مع بعض، دي الويب. يبقى عندنا لان ومان وان، ولازم نعرف كل واحده منهم. في عندنا اكوردنج تو نتورك موديل، نتورك موديل اللي هي الشيرنج بتاع الانفورميشن. فبيقول لنا حسب الشيرنج بتاعت الانفورميشن، لو انا موصل كمبيوتر بكمبيوتر، لو انا عندي هنا كمبيوتر اهو، تمام، في عندي كمبيوتر تاني اهو، وصلت الاثنين ببعض، ده عباره عن كمبيوتر 1 وده كمبيوتر 2، وصلتهم ببعض، فبيسمي التوصيله دي بير تو بير نتورك، بيسميها بير تو بير نتورك او بي تو بي، اللي هي بير تو بير نتورك. وبيسموها لو بنترجم بالعربي فبيسموها شبكه النت او شبكه النظير. طبعا جت التسميه منين؟ ان الكمبيوتر ده زي الكمبيوتر ده. يعني ايه زيه؟ يعني ده ما بيتحكمش في ده ولا ده بيتحكم في ده، محدش بيتحكم في التاني.
كل واحد بيشتغل مع نفسه وكل واحد بيتيح للآخر اللي هو عايز يتيح. يعني عايز تخلي فيه شرد للفاينس خليه، مش عايز خلاص التاني ما يقدرش يجبرك عليه. تمام؟ يبقى ما حدش بيتحكم فيها. فهنا بيقول all computers are considered equal، كل الكمبيوتر زي بعض. They all have the same abilities to use the resources available in the network. كلهم لهم الصلاحية أو لهم نفس الحقوق في استخدام الريسورسز اللي موجودة، سواء كانت برينتر أو غير برينتر اللي موجودة. تمام؟ دي بيسموها زي الويندوز جروب. زي الويندوز جروب. طيب، النوع الثاني اللي هو بيسموه كلاينت سيرفر موديل. كلاينت سيرفر. في الكلاينت سيرفر بيبقى عندنا في سيرفر موجود اهو، يبقى ده سيرفر موجود اهو، يبقى ده سيرفر موجود، وفي عندنا مجموعه من الكلاينت، مجموعه من الكلاينت. كل كلاينت من الكلاينت دول لو هو عايز ريكوست معين يا باشمهندس، لو عايز ريكوست معين بيبعت للسيرفر بيقول له انا عايز كذا. زي ايه؟ زي انت شغال دلوقتي على ابن ميسه، او كل واحد شغال منكم في البيت على ابن ميسه. تمام؟ واحد عايز الجدول، واحد عايز النتيجه، واحد عايز مش عارف المعدل التراكم بتاعه، واضح؟ واحد عايز المواد اللي ممكن يسجلها. ايا كان اللي انت عايزه بتبعت ريكوست للسيرفر والسيرفر بيرد عليك. تمام؟ طبعا السوفت وير هو اللي بيرد. يعني انا ببعت ريكوست عن طريق السوفت وير، والسوفت وير بيرد عليا او بيتيح لي هذه الامكانيه اللي موجوده. يبقى دايما في كده العلاقه راحه من هنا، في ريكوست للسيرفر والريسبونس جاي من السيرفر للكلاينت اللي موجود، يبقى ده الريسبونس. فعشان كده بقول ان احنا عندنا كلاينت وسيرفر. اللي هيحدد الخدمات اللي هتوصل لي او توصل للكلاينت هو السيرفر. تمام؟ هو اللي بيتحكم فيه، هو اللي ممكن يمنعني ان انا استخدم البرينتر او يسمح لي استخدم البرينتر. يبقى دي عباره عن كل الكلاينت اللي موجود. يبقى الكلاينت ده كلها، كل الكلاينت اللي موجوده اللي بيتحكم فيهم هو السيرفر، هو اللي ممكن يديهم الخدمه او يمنع عنهم هذه الخدمه اللي موجوده. تمام كده؟ واضح؟ يبقى عندنا هنا طبعا بيقول لي اكزامبل زي المين سيرفر الميل. انت عندك حساب على الجيميل او ياهو او الهوت ميل، مظبوط كده؟ لما انت بتبعت له تقول له والله انا عايز الانبوكس بتاعي، كل البريد بتاعي، يبقى واحد تاني قاعد جنبك بيبعت بيقول انا عايز ابعت الرساله دي، فبيكتب الرساله، يفتح ويكتب الرساله ويبعتها له وهو يصدرها للجهه الاخرى. في عندنا ويب سيرفر، تمام؟ في عندنا اف تي بي سيرفر، في دي ان اس سيرفر، وطبعا هنتعرف على بعض من هذه السيرفر. دي ان اس سيرفر اللي بياخد اليو ار ال بتاعك او بتاعي اللي انا بكتبه وبيحوله الى اي بي، ان كل الكونكشنز اللي بتتم بين الكمبيوتر بتتم عن طريق اي بي، ما بتتمش بالاسماء. يبقى ده الدي ان اس سيرفر بيسموه دومين نيم سيرفر. الاف تي بي ده فايل ترانسفير بروتوكول، بينقل خاص بيه نقل الملفات، عن طريقه ممكن انقل ملف من مكان الى مكان موجود ومستخدم، وطبعا المين سيرفر اظن عارفين. ادي الكلاينت سيرفر موديل. الكلاينت بيبعت بيعمل انيشيشن للريكوست اهو، بيبدا الريكوست اللي موجود بيروح للسيرفر، السيرفر بيرد عليه. طبعا كلاينتس كتيره جدا موجودين. طبعا انت ممكن وانت بتشتغل في جزء وانت بتشتغل فيه بيبقى عندك متحمل على الجهاز بتاعك، انما مش سيرفر. يعني مثلا انت استخدمت الجوجل، جوجل كروم قبل كده، يبقى جوجل بقى موجود جزء منه عندك، اول ما تفتح يبدا يشغله، انما اول ما تعمل ريكويست انت عايز تعمل سيرش على حاجه معينه، السيرش ده يروح للسيرفر في المكان بتاعه اللي هو موجود فيه، يبدا يبحث عن الداتا ويرجع لك الايه؟ الريكويست اللي موجود. الا اذا كنت بحثت عنها قبل كده وفي الداتا دي موجوده عنده. طبعا موجوده فين؟ موجوده في لوكال سيرفر. تمام؟ في عندنا لوكال سيرفر، يعني في عندنا سيرفر عمومي لكل مثلا المكان، يعني في اكتر من سيرفر موجود انت بتعدي عليه. مثلا انا بعمل ريكوست في جامعه المنصوره، يبقى الريكوست ده بيروح على السيرفر اللي موجود فيه التقنيه. لو كانت الاجابه بتاعته موجوده على التقنيه خلاص هيبعت لي، مش موجوده بيدور هي موجوده في الحته
ويبعت للسيرفر عشان يبعت لي الاجابه. تمام؟ السيرفر هنا في مراحل مختلفه، طبعا هنبقى نشوف الكلام ده ان شاء الله. النتورك توبولوجي، التوبولوجي اللي هي بيبين هاو ذيس كمبيوتر او هاو ذا ديفايسز ار كونكتد ان ذا نتورك. في النتورك الديفايسز دي بتتوصل ازاي؟ بيتم اتصالها مع بعضها ازاي؟ طبعا في حاجات كتيره، تعالوا كده نشوف. اول نوع عندنا او الانواع اللي موجوده، في عندنا الباص توبولوجي، الباص توبولوجي، في عندنا الستار، في عندنا الرينج والمش والهايبر. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف الباص توبولوجي بيقول لي كل الداتا بتاعتنا او كل الاجهزه بتاعتنا اللي موجوده على النتورك بتبقى موجوده على الباص بالشكل ده كده. بيبقى باص بهذا الشكل، وفي كونكتورز موجوده هنا اهو بتوصل على الجهاز ده، وكونكتور موجود على الجهاز ده والجهاز ده، وهنا بهذا الشكل اللي موجود. طيب لو انا بصيت بالشكل اللي موجود ده الباص، ادي الباص، تمام، ادي الباص، كل الاجهزه موجوده فين؟ موجوده على الباص. طيب لو الجهاز اول جهاز ده طبعا والسيرفر معاه، يعني هنا السيرفر السيرفر ده سيرفر مظبوط كده موجود، وادي جهاز موجود. طيب الجهاز ده طلب حاجه من السيرفر، هتمشي فين؟ هتمشي كده تروح للسيرفر. طيب الجهاز ده طلب حاجه، يبقى هيروح برضه للسيرفر. طيب لما يجي يرجع له الحاجه، المفروض الباص ده الباص بيشير ريكويست بس، سواء رايح او جاي. تمام؟ طيب ايه المشاكل اللي موجوده هنا وايه الحاجات الميزات؟ يعني خلينا نطلع وبعدين نشوف هو مدينا ايه. الميزات هنا او المشاكل من ناحيه السرعه، من ناحيه لو حصل ديسكونكت في الباص ده ايه اللي هيحصل للشبكه؟ هتبقى تحت. ها؟ الشبكه هتحصل. ايوه ماشي، واحده واحده كده، ناخد واحده واحده. السرعه قليل عشان بتوزع بطيئه، ان كل الاجهزه على نفس الباص، يعني الداتا والريكوست كلها على نفس الباص. طيب لو حصل ديسكونكت في الشبكه، الشبكه هتفصل. طبعا المفروض ان شبكه زي دي لو انت بصيت هنا هتلاقي فيه في الاخر ترمينيتور، الجزء ده اللي هو ده كده بيسموه ترمينيتور. يعني ايه؟ ده عشان الاشاره، يقول الاشاره خلاص انت وصلت للاخر، ما يقعدش يسرح. هو لو ما فيش ترمينيتور يبقى الاشاره مش هتقف، هتروح مش هترجع. تمام؟ يبقى ده ترمينيتور، بحيث الاشاره لو مشيت كده ولقت الترمينيتور يبقى ده نهايه الايه؟ الشبكه اللي موجوده. ماشي كده؟ طيب ايه كمان؟ يبقى لو حصل ديسكونكت في الشبكه كلها انفصلت. الشبكة كلها انفصلت. تعالى كده بص هنا، لو ذا نتورك ماست بي ترمينيت ويز ترمينيتور، يبقى الكونكتور اللي هي زي ده كده بيبقى بالشكل اللي موجود ده او الشكل اللي موجود ده، ده ترمينيتور، وده اللي هو حرف تي اللي بيبقى كونكتورز اللي موجود عشان يوصل جهاز ووصل من الطرفين اللي موجودين. تمام؟ دي التوصيلات اللي ايه؟ اللي موجوده. فادينا شكل للتوصيلات اللي موجوده، ادي ترمينيتور اهو، وادي ترمينيتور اهو، وادي الحرف تي اللي موجود ده، وده حرف تي اللي موجود عشان يقدر يوصل فوق. طبعا لو الشبكه اتعملت يبقى زي ما قلنا هيبقى فيها مشاكل. الباص تكنولوجي يقول الباك بون فانكشن الشبكه كوميونيكيشن ميديا ديفايس وانتج تو كوميونيكيت، طبعا مع اي واحد يبقى الداتا بتاعته هيرسلها خلال الايه؟ الباص اللي موجود. ماشي؟ كنت ذا باك بون. The message is healed by all station. المسج اللي انا هبعتها كل الستيشن هتعرفها. كان ماشي السكيورتي بقى في الاجهزه. السكيورتي هنا قليله جدا. تمام؟ كل الاجهزه هتسمع. وبعدين يبدا يختار but only the internet receipt accept the data. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي الداتا بتاعتي يا باشمهندس ماشيه هنا. ده بعت داتا. اللي هياخد الداتا
اللي انا باعت له الداتا بس. يعني انا كنت باعت مثلا من A الى B، يبقى ده اللي هياخد الداتا. انما ده شاف الداتا، شافها بس ما تخصوش في حاجه، وده شاف الداتا، سمع الداتا اللي موجوده او شاف الداتا اللي موجوده. الترمينيتور طبعا ابسورب فريمز ات ذا اند اوف ذا ميديا، الفريمز اللي بتروح عنده خلاص ما بيرجعها، خلاص كده وقفت تمام. يبقى بيعرف ان ده الاند بتاع الفريم. الفريم ترانسميشن باس طبعا ده ممكن تنفع في اللان، ممكن تنفع في اللان، ما ينفعش في الواحد وما تنفعش في المترو بلتانا. طب ليه تنفع في اللان؟ عشان لو ها السؤال ليه تنفع في اللان الباص ما تنفعش في الوان ولا المان؟ الوان والمان محتاجين مساحه، عشان مساحه صغيره، وغالبا ما دام مساحه صغيره عدد الاجهزه هيبقى محدود، فممكن تنفع فين؟ في المساحه الصغيره. ما ينفعش اصلا ده يمتد لواحد كيلو، ما ينفعش يمتد لواحد كيلو. طيب يبقى ديت السي، طبعا هو مدينا مثال اهو بيقول لي الاول السي ستيشن دي عايز اتكلم الـ A want to transmit frame to data A، فيبعت الداتا طبعا موجود عليها العنوان A، A هيشوفها هياخدها، انما B شافها تمام. ديس ادفانتج طبعا بيقول لنا انها سيمبل، بسيطة مش معقدة ماشي، easy to use طبعا and construct، requires least amount of cables، اقل عدد من الكيبلز، ما بتاخدش كيبلز كتير وبالتالي بتوفر في الفلوس. الديس ادفانتج بقى بيقول لي faulty cable will take the entire LAN down، يبقى اللان كلها هتضيع او النتورك كلها هتضيع تمام. difficult to troubleshoot يعني ايه؟ لو ما عرفت المشكله difficult to troubleshoot، ما اعرفش المشكله في حته تمام. even network traffic، طبعا عندنا المشكله اللي موجوده في النتورك الترافيك، يعني مشاكل النتورك احد المشاكل اللي موجوده فيها الترافيك. يعني في النتورك ترافيك في طبعا الداتا اللي راحه ما ينفعش تقابلها داتا ثانيه لان نفس الباص، فممكن يحصل كوليجن، يحصل تصادمات تمام. وبالتالي عندنا برضو المشكله اللي موجوده هنا النتورك ترافيك طبعا كان سلو، الباص ممكن تقلل الباص لانه عشان يبعت فلازم يتاكد ان الباص فاضي قبل ما يبعت. لو الباص مشغول طبعا بيبقى فيه طرق معينه عشان يعرف الناس ان في سيجنال موجوده على الباص، لو الباص مشغول يبقى ما بيبعتش الداتا اللي موجوده. النوع الثاني اللي هي الستار توبولوجي، ستار توبولوجي يبقى اول حاجه الباص، ثاني نوع ستار. ستار هياخد شكل النجمه تمام، زي ما احنا شايفين كده، يبقى في كونكتور او سويتش او هاب موجود ومتوصل عليه كل الاجهزه اللي موجوده. طيب الداتا هتمشي ازاي؟ هتروح من الجهاز ده للجهاز ده، او من الجهاز ده للجهاز ده، او من الجهاز ده للجهاز ده. ففي الحاله ديت المكان اللي بتتقابل فيه الداتا فين؟ في السويتش او في الهاب مش كده؟ وبالتالي انا ما عنديش التصادمات، مش موجوده تصادمات الكوليجن، مش موجوده. يبقى احنا اتغلبنا على الكوليجن هنا بالستارت. طيب لو حصل قطع في النتورك ممكن جهاز بس اللي يفصل، المشكله انت بتبقى الشبكه كلها انهارت لو الكونكتور ديفايس نفسه هو اللي فيك. يعني لو الجهاز ده حصل فيه فين، الشبكه كلها راحت صح كده؟ فالشبكه كلها ايه؟ راحت هنا. انما لو ده اللي فصل، لو ده حصل قطع هنا يبقى ده فصل، لو حصل قطع هنا يبقى ده فصل. طبعا لو انا عندي الشبكه دي فيها كلاينت سيرفر، انا ممكن تشارك كلاينت سيرفر، لو السيرفر اللي فصل طبعا يبقى عندي مشكله. انما ما زال الشبكه موجوده، باقي الاجهزه ممكن تكلم بعض، ممكن تكلم بعض تمام كده؟ طيب عندنا برودكاست ستار توبولوجي، طبعا بيقول لي هنا في حاجه اسمها برودكاست. يعني ايه برودكاست؟ لما انا السيجنال دي ده او ده بعت للهب دي سيجنال
او اشاره او ريكويست، بعت له ريكويست تمام. فالهاب بيعمل ايه؟ بياخد الريكويست ده ويبعته لكل الاجهزه اللي موجوده، يبعته لكل الاجهزه اللي موجوده بما فيها الجهاز اللي بعت تمام. فده بيقول عليها اسمها برودكاست، برودكاست توبولوجي، يعني بيبعت لكل. بينما السويتش ستار توبولوجي، السويتش بياخد الداتا ويبعتها للجهاز اللي هو عايزها، بس يبعتها للجهاز اللي هو عايزه. يعني لو انا قلت ان الجهاز ده عايز يبعت للجهاز ده، يبقى الداتا هتيجي هنا من السويتش ويبعتها هنا تمام. اه ده بالنسبه للايه، اللي هي البرودكاست. يبقى بحاله البرودكاست بيبعت لكل الاجهزه اللي موجوده، اسمها برودكاست، يعني بيبعت مسج لكل الاجهزه المتصله على الديفايس. طيب يقول لي هنا السنجل كمبيوتر فيل، طبعا داز نوت برين ذا برينج داون ذا هول نتورك. ممكن اضيف نتورك جديده، لو انا عايز اضيف نتورك، عاوز اضيف ديفايس جديده على الباص، فلازم اشيل الترمينيتور واعمل كوميونيكيشن جديد. يعني انا بغير في النتورك هنا، لا ما بغيرش، بحط وصله على السويتش واوصل جهاز. طبعا كونكتنج، او لو انا عايز اشيل جهاز او اسيبه مش مشكله. هنا سنترلايزد كنترول زي ما احنا شفنا، الهاب مونيتورنج ايزي تو ترابل شوتنج. طبعا لو جهاز اللي عطلان يبقى انا عرفت الجهاز ده اللي فيه مشكله، يا اما الجهاز يا اما السلك اللي هو الكوميونيكيشن اللي موجوده عندنا. طبعا الديس ادفانتج سنترال ديفايس فيل، هتعمل مشكله في الكل. الباس تكنولوجي طبعا بيت فيها الكوست اعلى، مور كيبل، لان كل جهاز بيوصله كيبل، مور اكسبنسيف طبعا زي ما اللينير توبولوجي اللي موجود. الهاب ستار رول، يقول لي الهاب ستار رول ديت اللي هي ستار توبولوجي، ممكن اعملها عن طريق هاب، مجموعه هابس موجوده. طبعا الهاب رول اسمبلي باس كل انفورميشن لكل الداتا اللي بيستقبلها بيبعتها تمام. لارج نمبر اوف دايركت كونكت، طبعا هابس تبقى موجوده. هنا الهابس بتاعتنا ما اقدرش انفذ او ما اقدرش اوصل اكتر من 5 هاب في الشبكه. يعني انا عندي هاب هنا اهو متوصل عليه مجموعه اجهزه تمام، وعايز اوصل عليه هاب تاني تمام، او يتوصل، ممكن اوصل من ده مجموعه اجهزه ثانيه او على هاب ثاني تمام. ومن الهاب ده ممكن اوصل على هاب ثالث ورابع، اقصى عدد من الهابس اللي انا ممكن اوصلهم مع بعض 5. ليه بقى؟ اكتر من 5 ما بيستقبلش. ده الهاب، ده مواصفات الهاب بخلاف السويتش تمام. بخلاف لو انا شلت الهاب ده وجبت مكانه سويتش، السويتش في الحاله ديت بيشتغل معانا كويس تمام. طبعا ممكن احدهم انه البرودكاست اللي بيبعتها الهاب هيبعت لكل الهابز اللي موجوده، والهاب الثاني هيبعت للكل، الهاب ده هيبعت للكل، فهتلاقي فيه ترافيكس عاليه جدا موجوده داخل الشبكه. النمبر اول طبعا بيقول لي 4، الهابز اللي مسموح فيها 4. الرينج توبولوجي مش حافظ السؤال 5؟ مش حافظ السؤال 5؟ ايوه، هم 5 بالاولاني. 5 يعني الريبيترز بتاعته، الريبيت 4 بعد الاولاني. يعني انا بقول اللاود ريبيتر هابس تمام؟ كلهم 5، انما 4 اللي ممكن اوصلهم على الاولاني يعني. الباس توبولوجي اللي موجوده، الباس توبولوجي، الرينج توبولوجي دي عباره عن كل الاجهزه متوصله مع بعضها في صوره سيركل تمام؟ زي الداتا، كل الداتا بتمشي في طريق واحد موجوده عندنا. ديت الداتا الرينج توبولوجي. سورس ماشز توكن بتمشي خلال المسج اللي موجوده، سيركليتد خلال ذا مسج اللي موجود. التوكن لما بتوصل للارايف خلاص بتعمل لها ابزورب او بياخدها، يعني بياخد التوكن اللي موجود. يبقى انا عندي دلوقتي الاجهزه هي او التوكن ماشيه هنا، ده بعت توكن، التوكن هتمشي الديستنيشن بتاعها ده، يبقى اول ما تيجي هنا خلاص راحت وما عادش في توكن موجوده في الرينج، يبقى في جهاز تاني ممكن يبدا يبعت توكن تاني، كلها بتمر في نفس المسار. وان واي فروم ديفايس تو ديفايس.
طيب التوكن طبعا الرايت تشينج ايت فروم توكن تو كونكتور مسج اند ابند سمش اتش ستيشن طبعا باسس اون ريسيفد توكن اف زي هاف نوثينج تو ترانسميت. يعني يعني المسج دي في توكن موجود ماشيه في الرين في الحلبه. لو الكمبيوتر ده عايز يبعت مسج التوكن عندي يبدا يحط المسج مع التوكن والتوكن تاخدها وتمشي لحد ما تصل وبعد كده يبقى التوكن فاضيه ما لهاش اي حاجه. يعني هو كانه فلاج ماشي بتاع دي بيقول انه في داتا تم نقلها من مكان الى مكان اخر موجود عندك. الادفانتج بتاعتها بيقول لي فول الايكوال اكسس فور اول يوزر كل اليوزر زي بعض بيرفورم اول اندر هيفي ترافيك ممكن تشتغل في الهيفي ترافيك. ديس ادفانتج لو واحد ديفايس او الكيبل حصل له ديسكونكشن كل الشبكه راحت تمام. يعني الشبكه دي لو حصل اي قطع في اي مكان هنا او جهاز تعطل يبقى كل الشبكه ضاعت تمام كده. الديفيكال طبعا ترابل شوتينج صعبه لان ما تعرفش انت فين حته لازم تقعد تختبر كل الاجهزه اللي موجوده. الادنج او ريموفينج الكمبيوتر طبعا بيغير في الشبكات اللي موجوده. مش توبولوجي لو انا واحد عايز رساله كلهم مش بقى ولا لا؟ لا هو بيبعت الرساله تمام تروح على الديستنيشن. في المش توبولوجي في المش توبولوجي في عندنا فول مش توبولوجي في عندنا بارشال مش تمام. الفولي مش توبولوجي كل جهاز بيتم توصيله على كل الاجهزه اللي موجوده في الشبكه. كل جهاز بيتم توصيله على كل الاجهزه اللي موجوده في الشبكه ده في المش توبولوجي اللي هي الفولي مش. البارشالي مش شرط كل الاجهزه يتم توصيلها على كل الاجهزه. يبقى الشكل اللي موجود قدامنا ده يعتبر فولي ولا بارشالي؟ فولي. كل جهاز هتلاقي ده متوصل على ده وعلى ده وعلى ده وبالتالي دي فولي مش توبولوجي تمام. طبعا الادفانتج بتاعتها ايه؟ ليه؟ يبقى لو في عندي جهاز ديسكونكتد ما بيأثرش على الشبكه. يعني لو انا فرجت الجهاز ده من الشبكه لو حصل له اي فيلير خلاص ده متوصل مع ده وده متوصل مع ده وده متوصل مع ده تمام كده؟ طيب لو حصل كونكشن ديس كونكشن هنا برضه نفس الكلام يبقى الجهاز ده حتى الجهاز ده اهو ما زال واصل للشبكه من خلال الجهاز ده. يعني الجهاز ده ممكن يكلم ده كده وممكن يكلم ده كده طريق اطول مسار اطول بس ممكن ما زال فيه كونكشن موجود تمام؟ فبيقول لي مش توبولوجي بوتس ذا هايتس فولت توليرانس وكل ده نتورك توبولوجي. يعني دي اكتر واحده ممكن اي خطا تستطيع انك تتغاضى عنها تمام. الديس ادفانتج بتاعتها ايه؟ الديس ادفانتج غاليه جدا. مش غاليه بس ده غاليه جدا لان كل في كونكشنز من كل مكان تمام. الهايبر توبولوجي هايبر توبولوجي ممكن تاخد اي اثنين توبولوجي او اكتر من اثنين توبولوجي مع بعض. يعني ممكن تلاقي فيها باس توبولوجي ممكن تلاقي فيها رينج توبولوجي ممكن تلاقي فيها ستار توبولوجي تمام. يعني الشبكه اللي قدامنا دي لو انت بصيت هتلاقي تلاحظ ايه؟ ده عباره عن باس تمام وده عباره عن ايه؟ ستار وده عباره عن ستار تمام. ده عباره عن ستار توبولوجي وده عباره عن ستار توبولوجي. يعني ممكن يبقى فيها اكتر من توبولوجي. طبعا الادفانتج بتاعتها بتبقى اكسبنسيف سمبل اكسبنسيف. الديس ادفانتج لو الهاب فيل طبعا هيفصل الشبكه نصين. اي هاب هيحصل له فيل هيفصل كل الاجهزه اللي موجوده معاك. طيب اللي بعد كده طبعا لو انت فاكر اه دكتور ماشي الطريقه اللي فاتت دي احنا مثلا وصلناها بس الطريقه مش بيه بتاع
الطريقه اللي هي الفول مش كده تبقى اغلى بس بقى ايوه هي اغلى بس هتديني اداء اعلى ما هي انت تدفع فلوس هتاخد بيرفورمانس او كفاءه اعلى ده عادي ده طبيعي بعد كده الاكوردنج تو الشبكات بتاعتنا بيقول اكوردنج تو انتر تشينج داتا تمام اكوردنج تو داتا انتر تشينج الداتا انتر انتقال الداتا من الى من السورس للديستنيشن بيتم ازاي بيقول لي بيتم ثلاثة فيز يا اما سيركت استابلشمنت بيتم عن طريق ان انا اعمل سيركت اعمل مسار من السورس للديستنيشن اعمل مسار من السورس للديستنيشن والمسار ده بيتم كالتالي في ثلاثة فيزز سيركت استابلشمنت بعدين داتا ترانسفير وبعدين سيركت ديسكونكت تمام ديت الطريقة الاولانيه بيسموها السيركت سويتش سيركت سويتش يعني لو انا عايز ابعت داتا من هنا الى هنا تمام فقبل ما ابعت الداتا لازم يحدد المسار اللي هتمشي فيه الداتا الداتا دي هتمشي ازاي طبعا ديت النتورك يعني ديت الجزء ده اهو الجزء ده كل النتورك بتاعتي طيب انا عايز امشي طبعا ممكن امشي من هنا خلال الخط الاحمر ده تمام ده سيركت يبقى واخد السيركت دي طبعا لها اختيار ولها بروتوكولات ولها حاجات كتيره قوي او ان انا ممكن امشي من هنا لهنا تمام وبعدين من هنا لهنا وبعدين من هنا لهنا وبعدين من هنا لهنا دي مسار تاني يعني ممكن مره ياخد المسار اللي فوق مره ياخد المسار اللي تحت حسب اي مسار فيهم بيبقى افضل تمام ده معنى الكلام اللي هو ده سيركت استابلشمنت بعد ما بيعمل المسار بيبدا يبعت الداتا بعد ما بيبعت الداتا بيلغي المسار تمام كده سيركت ديسكونكت يعني خلاص الشبكه انفصلت دي الطريقه الاولانيه يعني هو مسار مؤقت مسار مؤقت لنقل داتا معينه تمام الطريقه طبعا السيركت سويتش بيقول لي انفيشنت مش كفر ما بيبقاش كفر ليه؟ ان انت بتعمل المسار بتدل عليه الداتا وبتسيبه طيب بيقول لي انشان الكاباسيتي ديديكيتد بير ديوريشن اوف كونكشن انت هتدل عليها يعني الكاباسيتي بتاعتك بتبقى حسب الوقت اللي انت نقلت فيه بس اف نو داتا اذا ما كانش فيه داتا انت مش هتبعت حاجه فالمسار فاضي واضح كده؟ طيب سيت اب كونكشن بتاخد وقت عشان تجهز المسار بتاخد وقت وانس كونكتد ترانسفير از ترانسفير طب خلاص اول ما بتجهز المسار بتنقل الداتا ديفولت بفور فويس ترافيك اللي هي الفون حاله الفون طبعا مع النتورك مش مع الفون العادي تمام؟ طيب تقول لي انفليكسبل مش مرنه ان انت بتعمل بكل انتقال سويتش معين سيركت معين لو داتا فور كوميونيكيشن طبعا لو انت عايز تبعت داتا معينه فبتبعت حتى لو الداتا دي جت تتكرر بعد شويه بترجع تمشي سيركت ثاني الترافيك بيكام هيك طبعا ريكويست فور نيو كونكشن از ريفيوزد يعني لو انت عملت مسار والمسار ده عليه زحمه عليه ترافيك والترافيك ده كتيره تمام خلاص لو جيت تبعت داتا على نفس المسار مش هيبعت بيعمل لها بلوك للداتا اللي موجوده فهنا بيعمل لي بلوكينج للداتا اللي موجوده النوع الثاني النوع الثاني من التشينج بتاع الانفورميشن اسمه باكيت سويتشنج باكيت سويتشنج في الباكيت سويتشنج بيعمل ايه في الباكيت سويتشنج بيعمل ايه بياخد كميه الداتا اللي تمام دي الداتا اللي هينقلها الداتا دي بيقسمها لباكيتات باكيت باكيت خاصه بالنتورك مش باكيت ثانيه تمام دي باكيت خاصه بالنتورك
دي باكت ودي باكت تانية ودي باكت تالتة وهكذا. بياخد كل باكت يبعته من السند للريسيف. طيب هل كل باكت بتاخد نفس المسار؟ لا، كل باكت بتختار المسار الفاضي بالنسبة له. يعني هو بيبعت باكت تمام من السند، ممكن ياخد اي مسار فاضي حتى يوصل للريسيف. لما جت الباكت التانية ممكن تاخد مسار تاني، الباكت التالتة ممكن تاخد مسار تالت، الرابعة ممكن تاخد مسار رابع، وفي الآخر خالص في الديستنيشن بيبدأ يرتب هذه الباكتس عشان يوصل للرسالة دي. ليه؟ لأنه ممكن يبعت الباكت دي طبعا بيرقمهم وبيديهم أرقام وبيعرفهم كل حاجة تمام؟ دولت مثلا ستة باكت، هيبعت الستة باكت دولت للريسيف. ممكن الباكت رقم اتنين توصل للآخر تمام؟ حسب المسار اللي مشيت فيه وصلت الآخر. يبقى في الحالة دي بيعيد ترتيب الداتا مرة تانية في الريسيف. بيقول لي لونجر مسج سبليت انتو سيريز اوف باكتس. المسج الكبيرة بيقسمها إلى باكتس. اتش باكت كونتينز بيلود هي بورشن اوف يوزر داتا مع الهيدر. الهيدر ده عشان يميز، عشان يدي الداتا دي عنوان. يعني الداتا دي مثلا اتقسمت لست، فبيقول ان ده الجزء الاولاني من ست عشان يبقى له رقم. وبيبعت طبعا معاه العنوان بتاعه، وبيبعت معاه لانه مفيش مسار ثابت هيمشي فيه الداتا، فلازم يبعت معاه العنوان. فالهيدر ده بيبعت عباره عن كنترول انفورميشن اللي هو الراوتنج اند ادريسنج انفورميشن، طريقه الروت اللي هياخده والانفورميشن اللي هياخده. الباكتس ار ريسيف، لما الباكت بتستلم تمام ستورد بريفلي بافر اند باس تو ذا نيكست نود، ويتم يعني ارسالها للنود اللي بعد كده في المصدر. دي طريقه الباكت سويتش. طبعا زي ما انت شايف كده الباكت هنا بيتقسمت لثلاثه، حاضر المحاضره خلصت مش كده؟ حاضر. الباكت خلصت لان اتقسمت، والباكت خلصت بره اتقسمت لثلاثه، بيجوا الثلاثه هنا في الريسيف. طبعا ممكن يوصلوا مختلفين زي ما قلت، ودولت اللي هي الباكت الادفانتج بتاعتها طبعا بتستخدم كل الريسورسز الافشنسي اعلى حاجه موجوده، السرعه طبعا، طبعا الكويت بتاعتي الباكتس بيتحط في الباكت بيتحط في كيو وبعد كده بتتباع. الداتا ريت طبعا الداتا ريت اتش ستيشن كونكت تو ذا لوكال نود ات اتس اون سبيد، يعني كل واحده بتشتغل بالسرعه بتاعتها تمام. النودز بروفر از ريكوايرد طبعا ايكوالايز. الباكتس ار اكسبتد لما بتوصل، او حتى لو الخط مشغول بيقبل هذه الباكت اللي موجوده. ممكن استخدم بريورتي، ممكن استخدم الدليفري، ممكن تبقى حتى في حاله اللوكينج. وهنقف على الاند يوزر ديفايسز عشان ناخد بيها بالتفصيل عن الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي النتورك ديفايس. كتبت ورقه غياب مش كده؟ طيب لحظه.